من جانبها اكدت وزيره التجاره والصناعه نيفينج مع دعم الدوله لكل المنتجات واصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومه الانتاج وبما يتناسب مع المعايير الدوليه واضافت وزيره التجاره والصناعه انه في ضوء زياده معدلات الصادرات تستهدف الدوله معدلات نمو لا تقل عن 20% عما تم تحقيقه مشيره الى ان الاشتراطات الجديده للاستيراد تستهدف جوده ما يقدم للمواطن المصري من منتجات احنا ابتدينا نشتغل في ضوء زيادة معدلات الصادرات واحنا عايزين ان احنا نصل لمستهدفات بمعدل نمو متزايد وان احنا بإذن الله ان شاء الله حاطين خطة مع المجالس التصديرية هذا العام ان احنا نصل لمعدلات نمو ممكن لا تقل عن 20% عن ما تم تحقيقه ده شيء متحفظ ولكن انا يعني بنتمنى ان شاء الله ان احنا نصل لمعدلات تصدير عاليه لكن على الجانب الاخر هناك مراجعه شامله لمنظومه المواصفات القياسيه للمنتجات خاصه المنتجات الوارده لينا وفي نفس الوقت ان احنا الالتزام بالمعايير الدوليه والمواصفات القياسيه سواء للوارد او للمصادر كل ده اولا بغرض ان احنا نضمن جوده المنتجات اللي بتخش عندنا في السوق المحلي وعلى الجانب الاخر ان احنا نساعد في فتح اصوات جديده للمنتجات المصريه